هذه الأسلحة التي تستخدم في الجرائم. نعم طيب سيد علي، يعني لمن تحملون مسؤولية اغتيال محامي المتظاهرين؟ وبرأيك كيف يمكن حماية المتظاهرين السلميين والمواطنين من مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تودي بحياتهم؟ نعم سيدنا، طبعا بالتأكيد يعني حماية المتظاهرين وفقا للقوانين العراقية النافذة هي على الأجهزة الأمنية هناك، حتى مسألة تحديد أماكن المتظاهرين تلقى على عاتق الأجهزة الأمنية السلطات الأمنية في كل محافظة من المحافظات.